مستمعينا أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من مجلتكم بيئة وتنمية، نخصصه لواحدة من المبادرات التي تعكس انخراط المجتمع المدني في التوجه الجديد والالتزام في مجال البيئة والتنمية الذي انخرط فيه المغرب في السنوات الأخيرة. وسنتحدث عن أول موقع إلكتروني يعنى بالملف وبخاصة بالطاقات النظيفة والمتجددة، موقع masolia.com. ومعي اليوم سيد طه عمير مؤسس الموقع، أهلا بك. أهلا بك نهى. سيد عمير، متى أنشئ الموقع؟ كيف جاءت فكرة تأسيسه؟ وماذا عن الاسم ماسوليا باللغة الفرنسية الذي يحيل الأذهان مباشرة على كلمة مسؤولية؟ هل هي لعبة كلمات أن جو دو مو أو مجرد صدفة؟ مبادرة ترقت في شهر أبريل من 2010 إثر نشاط عقلاني لمواكبة الاهتمام الوطني على صعيد المجتمع المدني وعلى صعيد النسيج الاقتصادي والمؤسسات العمومية بمواضيع البيئة والتنمية. كانت أفكار وأوراش وعدة أنشطة حول مقتضيات الميثاق الوطني للتنمية المستدامة، وكان الإطار إيجابي للمبادرات في الطاقات المتجددة، حيث مثلا مشروع وردت كان في طور التخطيط، وكذلك مشاريع أخرى قبل أن تصبح الآن مشاريع حقيقية. الاسم هو لعبة كلمة كما أشرت، هي بالفعل مسؤولية، والإشارة هي كانت البحث عن كلمة تشمل أوسع أفاق لمعالجة هذه المواضيع. فعندما نريد معالجة مواضيع الطاقة والبيئة والتنمية البشرية والتنمية المستدامة، يتجسد في التزام بالمستقبل والتزام بمغرب أفضل لتكون فيه التصرفات المثالية هي تصرفات الأغلبية، وهذا من مسؤولية الجميع، ولذلك اختيار اسم مسؤولية. إذن هي مسؤولية على عاتق الجميع، وأخذتموها على عاتقكم من خلال الموقع. إلى ماذا يهدف موقعكم تحديدا؟ الموقع يهدف إلى أن موضوع البيئة يعالج ليس فقط يوم 5 يونيو، ليس فقط في إطار الأنشطة المدرسية، بل يعالج ويصبح الموقع نقطة عبور لكل مواطن مغربي يهتم بهذه المواضيع في إطار التوثيق بما يحدث من مستجدات، وكذلك تعريف عن آخر الأخبار لا سيما في النطاق القانوني أو الجمعوي، وكذلك في نطاق التكنولوجيات النظيفة في إطار الإشكاليات التي يعيشها المغرب من خلال تغير المناخ، من خلال استغلال مصادر الطاقة. دونك الفكرة وراء المشروع masolia.com هي أن يكون معبر لكل مهتم بهذه المواضيع على طول السنة بغض النظر عن الاحتفالات السنوية أو الفصلية. طيب، هل هناك تجاوب أو تواصل بين موقعكم وبين الفاعلين في القطاع، في قطاع الطاقات المتجددة وأيضا التنمية المستدامة؟ بالطبع، إنشاء الموقع كانت نقطة انطلاق لهذا الهدف كنقطة عبور، ومع مرور الوقت كان هناك اهتمام فاعلين اقتصاديين وجمعيين، لأن أساس تطور ديالنا وإنشاء هذه المبادرة كانت الشبكات الاجتماعية، وهذا مكننا من ربح وقت كثير في إلقاء الضوء على المبادرة من طرف الفاعلين الجمعويين، من طرف الفاعلين المهنيين، وكذلك من طرف الطلبة الجامعيين، حيث مثلا من فترة أكتوبر 2010 إلى يوليو 2011 قمنا بتنظيم تقريبا 8 ورشات على الصعيد الجامعي في الدار البيضاء، في طنجة، في الرباط. ثم في 2011 قمنا بدراسة نقاط الاهتمام للقراء وزوار البوابة، أنشأنا دورات من الورشات المهنية الخاصة بمواضيع كالنجاعة الطاقية، كالمدن المستدامة، وجددناها كذلك في 2013. وكانت هذه الورشات المهنية تجسيد للمجهودات الإلكترونية، حيث كانت أمكنة للقاء بين الممثلين الصناعيين والممثلين الإدارات العمومية ومفاعلين بالجمعيات المهنية. الخلاصة والخاتمة التي وصلنا لها هو أن تكريس مجهودات الجميع من أجل تصرفات نزيهة، من أجل الحفاظ على البيئة، وزيادة في السرعة
لتطبيق هذه التصرفات يجب أن يمر عبر مرحلة ما وراء النشاط الجمعوي وما وراء التحسيسي لنمر إلى مرحلة يعني لغتوغ سوغ انفستيسمون، لأن الحلول موجودة ولكن تنقص الدفعة المهمة، هي الدفعة للإدارات العمومية والشركات الكبرى، لأن الفاعلين الاقتصاديين عاجزون عن أنهم يكونوا هما الذين يقومون بالخطوة الأولى. سؤالي الأخير سيد عمير، يعني تحدثتم عن زوار الموقع في 17 من نوفمبر الماضي، موقع مسؤولية بلغ عدد زواره 1 مليون زائر ليعزز موقعه كموقع رائد يعنى بالبيئة والتنمية المستدامة في شمال إفريقيا. كيف تنوون استغلال هذا الرصيد الذي أصبح لديكم لنشر مزيد من التوعية فيما يتعلق بالمواضيع البيئية والتنموية؟ يعني كيف تطمحون لتطوير أنفسكم وما هي مشاريعكم المستقبلية؟ شكرا للإشارة لهذه النقطة المهمة في تطور هذه المبادرة. المراحل المقبلة هي مراحل تعميم استعمال الوسائل الإلكترونية كوسائل للتوثيق والإعلام وللإعلان عن المبادرات التجارية، يعني الصورة للبوابة والصورة للمبادرات التي تتبع هذه البوابة من أنشطة الورشات ومن تنشيط في إطار المعارض المهنية تشجعنا عن القيام بمجهودات أكثر. ولكن بنفس الطريقة يعني تكلمت عن الدفعة الكبيرة بخصوص التصرفات المثالية، يمكنني أن أتكلم عن مرحلة الإجبارية من الخطوة الأولية في إطار استعمال الوسائل الإلكترونية، لأن مثلا بين شركائنا هناك شركاء عدة من الخارج ولكن الشركاء المغاربة قليلون جدا، وهذه نقطة استفهام حول التزام الفاعلين المغاربة بالمبادرات فيما يتعلق باحترام البيئة والتنمية المستدامة والطاقات المتجددة. سيد طه عمير مؤسس موقع مسؤولية.com، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. لكل المهتمين الموقع هو www.masoulia.com، مسؤولية تكتب MASOLIA. موعدي معكم يتجدد في الحلقة المقبلة بحول الله، إلى اللقاء.